اهلا وسهلا معلم. اهلين طيفور. الله يرضى عليك يا ابني يا غراب. بس ليش وقفت بوش هدول اللي عاملين حالهم رجال اعمال وهلا عم تسعى لتجيب حقنا منهم؟ يسلموا غراب. لهيك نحن طول ما انت موجود بهالحي هاد مو خايفين. واجبي. أخي شو في؟ فهمني شو اللي عم يصير؟ رح أعمل شركة حفريات. طالما الشركات ما عم يرضوا نحن رح نشتغل لحالنا. ويا بدنا نغرق يا بدنا نعيش، ما بترك أهل الحي تبعي لحالهم. خلي عدنان يحط عقبات بطريقنا ويكتر، رح نمشي الطريق للآخر. ايه بس هذا الشغل مو شغلنا، بلا ما نغرق فيه. ولو بدنا نغرق انا ما رح اتركهم له. شركة مو مشكلة اخي، حتى المعدات هالشغلات بنقدر ندبرهم عادي، بس نحن منين بدنا نجيب عمال؟ جيب لي العاطلين عن الشغل اللي قاعدين بالقهوة. هلا كلكم بتعرفوا الموضوع لهيك ما بدي طول بالكلام. هو في واحد استلم مشروع التحول الحضاري بالحي واسمه عدنان كوروغلو. انا جبرته على الشراكة لحتى ما اترك مصيركم بايده، هو بالمقابل كمان عرض علي شغل وانا قبلته، ولهلا ما في اي مشكلة. بس لهذا اليوم شركات الحفريات رافضين الشغل معي، يعني كل ما دقباب أنا برجع بدون نتيجة. استسلمت؟ لا أكيد أنا ما بستسلم بنوب. أنا قررت أشتغل. كيف؟ بدي كون شركة، بس هالشي أنتو رح تقرروا، مشان هيك بدي أعرف إذا رح تشتغلوا معي. شو قصدك بالشغل؟ معاش على طول وتأمين وأكل. يعني هلأ أنا بدي ناس لحتى تشتغل، بدي أعرف مين رح يكون معي. أنا معك. وأنا كمان. وأنا كمان. معك. أنا معك كمان. وأنا معك كمان. إلنا على الموت معك. رح نحافظ على هذا المكان لأنه مكاننا، ما رح خليهم يحطوا أرميدة فوق أرميدة بدون علمنا. يعطيك العافية. أحلى معلم الرب. خلينا يا كبير. خلينا يا. الله يوفقك. الله يقويك. ديلا؟ أهلا وسهلا. أهلا فيك. أخذت قراري. رح نتزوج؟ وبأسرع وقت. Thank you.
شكلي قاطعتكم. المساء بشوفك. بشوفك. ست ديلا، انت منيحة؟ منيحة تمام، دخت شوي ما فيني شي. سلامتك. اعتبارا ان اليوم الحفريات عندي. خير؟ فكرت استسلم اذا رفضوا الشغل معي؟ وقتها كان خاب املي فيك عن جد. لا 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 تقلق يا شريك، كل شيء قانوني وانا شخصين رح اتولى المهمه المكلف فيها ارتاح. الحقيقه كنت رح ارتاح اكثر لو اليوم شفت عجزك. بس انا ماني عاجز، واذا انت مفكرني لحالي وبدون ظهر، انا ماني لحالي ابدا. بعرف انه عندك نفوذ، بس ما بتقدر تدمرني، في ناس حامين لظهري. وفيت بوعدك، هلا اجا دوري انا. ومن اليوم هاد بتوقيعك باسمك وكنيتك بتصير شريكي. التزوير وهالقصص هي اختصاصك انت مو انا يا سيد اشرف. حتى القطط اللي بالحي انا ما رح اخليك تاكل حقها، وهالمشروع رح ينفع كل الفقرة. مو انا يلي رح ناقشك بقصص الشغل، واحد غيري. ممكن تبعتي الأستاذ؟ خليني هلأ أعرفك على الممثل الجديد للشركة. مبروك عليك، أنا يلي طالعت أخوك. النسر من اليوم ورايح رح يستلم مشروع التحول الحضاري بالحي تبعك بالنيابة عني وعن الشركة. كمان رح يكون معه فريق قوي كتير بالشغل، ورح نعطيه أي معلومات ونوجهه بكل شيء. مواقفنا وضحت، أنت مع حيك وأنا مع النسر.
يلا نصر، انت روح اليوم استمتع بحريتك، يعني فيك تتسلى وترتاح. نصر ما رح يستلم هالشغل. مين يلي طلب رأيك؟ ما بحب اتدخل بين الاخوات. هون ما في شغل يا نصر، روح روح قدامي وفهمني الموضوع. شو قصتك؟ ليش عم تعمل هيك؟ روح منحكي بالبيت أخي. يلا أنت ما فيك تأمرني، أنا مو من خدمك يلي بالحي. لا تقول هيك عليهم، يلي بالحي بيكونوا إخواتي. عفواً، ما كنت بعرف هالشي. يا نصر لو سمحت لا تخليني أرجع خلص علي. يلا تعا معي. كل حدا يهتم بشغله أحسن، ماشي؟ شوفوا لا، مستحيل أتركك بهالمكان. أنا بدي أشتغل هون. ولك أنت ما عم تفهم؟ هذا حابب يعلقنا ببعض ويلوي دراعي عن طريقك ويخليك توقف بوشي لأني عم دافع عنه لأهل الحي مو أكتر. يعني بطل ما؟ يلا تعا. ليك كل حدا فينا أخذ القرار تبعه، أنت اخترت حيك وعدنان طالعني من السجن وأمن لي مستقبلي. وصلت الدم انتهت. روح. ممكن تقري؟ ابني العزيز، عندما تقرأ هذه الرسالة تكون الكارثة التي كنت أخاف منها حلا بعد أن فارقت هذه الحياة يا بني. تمنيت لو كنت قادرة على إخبارك بنفسي. السبب الوحيد لهذه الحرب التي تدور من سنين بين عائلة كورو أوغلو وعائلة إدفار أنا. لا يستطيع الإنسان إرجاع الماضي وتغييره أبداً بني. لكي يسامح نفسه لا أعرف إن كنت ستقدر أن تسامحني بعد قراءة الرسالة. أنت لديك شخص تلجأ له بعد موتي. اذهب إلى الشخص الوحيد الذي كنت أثق به في هذه الدنيا بني، الشخص الذي لا تعرف بوجوده قبل أن تقرأ هذه الرسالة، والده. ربما يكون لديك إخوة منه أيضا. ابني عدنان، والدك ليس صائم كورو أوغلو، والدك يوسف إدفار. ست مريم، ست مريم. أمي، لك شو عم يصير؟ أمي، أمي، أمي ردي علي. يلا أمي تعي أمي. عادي. بجوز يكون نزل ضغطة فجأة ابني. منيحة؟ ماشي رح روح لكن. دقيقة، انت شو جابك لعنا؟ انا نيشا كورال غازي، بكون خالة عدنان.
إيه بس أنت ليه جاية على بيتي؟ غراب روق، الست ضيفة عندي. يسلم، شرفتينا. بتشكرك. بخاطركم. لا معك. أنت من أمتى بتعرفي هاي المرأة؟ وليش إجيت لهون؟ لو سمحت استنى علي لأصحى شوي. أكيد في شي ورا جاي تأمني. شو خبرتك لحتى دختي؟ قولي. لأشوف مين على التليفون. ألو نعم. لا تنسي وعدك إلي، وعد تحكي لابنك. في سبب كتير مهم ما خلاني أعطي الرسالة لعدنان. عدنان ما بيعرف إنه يوسف أبوه، ولا إنه الغراب أخوه حتى. لو سمحتي لا تخبري الغراب أي شيء قبل ما تسمعيني، لأنه حياة أولادنا معلقة بهالشي. أصحي تحكي له. طيب الحقيقة أنا تعبانة، ما رح أقدر أجي أشرب شاي. يسلمه. أمي بترجاكي قولي، شو قالت لك هي؟ روق، هي قالت إنه ابن أختها رح يتزوج ديل. إيه. الحقيقة هي خايفة تنزعلن عرسن، ولهيك إجت تقلي أقنعك ما خليك تعمل شي. يا الله دخيلك، بعرف انك مخبيه شي عني، مبين عليكي امي. انت ما بتدوخي مشان موضوع مثل هذا. انا اصلا متوتر ومزعوج، لو سمحتي قليلي الحقيقه. قلت لك. قليلي شو عم تعمل خاله عدنان بهالبيت هون؟ يعني شو اقول لك ابني؟ قالت لو تخلي ابنك ما يفوت بهالموضوع، يعني انه انت ما بقى تقرب على ديلا. المراه عندها حق تخاف من هالشي. انا مو ناقصك يا مامي. اخي ديلا من يومين كانت قدام باب بيتنا، وانت تورطت بشراكة بهالمشروع بسببها. إلا بكفي لهون، ما بتعرفي شو القصة. ما بعرف، انت لهلأ بتموت عديلا. لك فات على حياة عدنان كورو أغلو ليضل يشوفها. بالعكس، عدناني اللي فات على حياتي مو أنا أختي، وهذا الرجال بيكون عدوي. وفات على الحي بحجة هذا المشروع، فهمتي؟ ليش الحي إلا؟ هذا الحي خباني لما كانوا شركاء بهرام عم يلاحقوني، لهيك أنا مديون لهالناس هني أنقذوني، مفهوم؟ استوعبي. أول ما وصلت أخذت ورقة من على الأرض وحطتها بالشنطة. ليلي شو اللي مكتوب فيها وخلاكي توعي هيك؟ دقيقة، ورقة شو؟ ما شفت ورقة ولا قريتها، أكيد وقعت من شنطتها. يلا. أمي هالحكي مزبوط؟ أمي احكي، شو الموضوع؟ شو مكتوب فيها؟ أمي وقت عرفت انك اجيت ما قدرت اصبر. طمني، عدنان شو حكى لما عرف بموضوع الشغل؟ اخذ احتياطه. كيف يعني؟ سلم الشغل لاخي. يعني رح يخليك تعلق مع النسر؟ هلا كل ما بضغط عليه شوي رح يحط النسر قدامي. فينا نعمل شيء؟ هو من زمان كان متخفي، هلا معروف.
هذا بكفينا. لهيك أنا بدي إياك تعرف لي كل شي بخلينا نقدر ننهي هالوسخ